ودلوقتي هنبدا التيتشنج فيز مع نقشاشه اللي هنأهله فيها ان هو يعدي من الانترفيو ويرفع راسنا. مستعد؟ مستعد. اكيد. الله يكفيك. اوكي، اول حاجه هنتعلمها دلوقتي هاو تو انتروديوس يور سيلف، ازاي تعرف نفسك في الانترفيو. اوكي نقشاشه؟ اوكي. دلوقتي انت داخل انترفيو ومفروض ان انت تو انتروديوس يور سيلف. ماشي. اوكي، انت داخل ايه؟ ايوه داخل انترفيوز وعارف انا. لا احنا مش هندخل انترفيوز، احنا هندخل انترفيو واحد. خلاص. أوكي؟ ماشي. داخلين الانترفيو. لو كسبنا هنحصل ايه؟ لو كسبنا هناخد المرتب بقى كامل. ولو خسرنا؟ لا ان شاء الله ربنا ما يجيب خساره. اوكي، سو اول حاجه لازم ان انا اعرف نفسي، اي انتروديوس ماي سيلف. ماشي. سو اول حاجه بنقولها ايه بقى لما بنيجي كده نعرف نفسنا لاي حد؟ عارف. ايه بقى؟ عارف. ماي نيم از زيز از احمد يرز اول. اوكي اوكي، خلينا ننسى كل اللي انت قلته دلوقتي. اكسلنت. اوكي، مش هينفع نقول ماي نيم از از احمد. اوكي، فهنقول ايه؟ ماي نيم از احمد. هنقولها ازاي؟ ماي نيم از احمد يرز اول. لا انسى يرز اول خالص. احنا مش هنقولها، اتفقنا؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن احمد، هنقول اسمه بس. هنقول ايه؟ ماي نيم از احمد. My name is Ahmed. Excellent, good job. طب تاني حاجه بقى لما بنيجي نعرف نفسنا، تاني حاجه بنقول ايه؟ بنتكلم عن ايه خصنا؟ ها؟ سننا. اب and father وام يعني mother. لا سيستر وفراذر. ثانك يو سو ماتش. عارف، ما انا عارف الفاميلي. اوكي، احنا مش هنقول كل الكلام ده خالص، احنا بنعرف نفسنا في انترفيو. خلاص. يعني هم ما لهمش علاقه خالص بالفاميلي بتاعتنا، اوكي؟ فانا هقول My name is Ahmed وهقول سني. عارف سني. طب قول لنا يلا. 13 years old. 13. 13. 13. 13 كبير يعني. اوكي. ماشي. مش بنقول 13 يعني كتير. 30. 30 years old. عشان اريح دماغي. اوكي احمد، خلينا نقولها بالانجلش. نعرفها؟ عارف. اوكي، عارفها ايه؟ قلتها لك 100 مرة، هو انت مش عاوز تسمعيها. طب معلش قولها لي تاني. 13 30 years old. اوكي. 30 ده كتير، مالناش دعوه بيه، ننساه خالص. ماشي. اوكي، فهنقول I'm 30 years old. بسيطه. I am 30 years old. I am 30 years old. Excellent, good job. So again خلينا نقولهم اول واحده. اول واحده قلنا ايه؟ My name is Ahmed. Good job, excellent. والثانيه سيرتي. I am 30. I am 30 years old. Excellent, excellent, amazing.